لقد أبرزت اللجنة المستقلة من خلال تقاريرها وبياناتها الأخيرة مدى التمادي في ارتكاب الانتهاكات ضد الشعب السوري وما تبعه ذلك من أضرار جسيمة لحقت بالمدنيين والأطفال بصفة خاصة من جراء تواصل سياسة الحصار والخطف والاختفاء القسري ضد المدنيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية للعديد من مناطق النزاع، حيث أصبحت الحياة شبه مستحيلة فيها، ذلك على غرار ما تم توثيقه في منطقة دارية ودومة ومضايا والزبداني ومثيلاتها من المناطق السورية المحاصرة من قبل القوات الحكومية، وكذلك ما تقوم به الميليشيات الأرهابية مثل داعش وجبهة النصر. إذا فإننا ندعو في هذا الإطار إلى الفك الفوري لهذا الحصار لتجنب مزيد من التدهور للحالة الإنسانية الكارثية، كما نطالب بالوقف الفوري لكافة الانتهاكات وخاصة الامتناع عن استخدام الأسلحة عشوائيا وتدمير المناطق المهولة بالسكان والأماكن التي تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، على غرار ما طال المستشفيات والمدارس من دمار من جراء الغارات الجوية للقوات الحكومية وفق تحقيقات اللجنة المستقلة.